ما نقوله اليوم. هنالك شعب يدافع على مكاسبه، هنالك شارع يدافع، هذا التحرك هو الأول، ستكون هنالك تحركات أخرى بالضرورة، لأنه نعرف أن هنالك تهديدات كبيرة تلاحق التونسيات والتونسيين، ويجب الوقوف بشكل مشترك وبهذه الطريقة، بطريقة سلمية مدنية لكن بوضوح واضح جدا. إنه إذا كان يتصور شخص أن موازين القوى سيغيرها ببعض الأجهزة فهو غالط، راه التاريخ حركة التاريخ نحو تحرر، هذا ما تراه اليوم في الشارع التونسي، استجابة من مختلف الأطياف في المجتمع التونسي، كبار صغار، الناس عاشت مرحلة 2011 وما كانش عندها حتى 18 سنة، وناس راهنت على مستوى عقود. شوف التصاور وارجعوا للناس اللي حضرت اليوم، وما زالت الناس مستحضر وما زالنا باش نتواجدوا في الجهاد. لا لشيء كان نقول أن المكتسبات لا يمكن التراجع عنها. اليوم الناس الكل تعرف اليد واحدة ما تصفقش، والناس الكل على اقتناع وبدرجة نضج تخلينا نخدموا مع بعضنا وتخلينا نحطوا اليد في اليد ونتجاوزوا الحاجات اللي نختلفوا فيها. واللي يجمعنا اليوم هو على اسم الشبكة الحقوق والحريات، الحقوق والحريات لكل التونسيين، وكل الحقوق وكل الحريات، مانيش نحكيوا على حقوق سياسية وإلا مدنية ولا حريات فردية فقط، وإنما نحكيوا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات الفردية والحريات العامة. شبكة لا علاقة لها بستة أكتوبر أو بالانتخابات الرئاسية، احنا عارفين كلنا اللي قيس سعيد مش يتعدى، كان فما انتخابات طبعا، اللي قيس سعيد مش يتعدى في الانتخابات ومش يربح الانتخابات، دونك قادمين على أقل حاجة 5 سنوات أخرى من القمع، من الاضطهاد، من الظلم، من القهر، ولذا عمل الشبكة بدأت توا وسيتواصل لبعد 6 أكتوبر. You